أعطاني أحدهم أمانة وقال لو احتجت مبلغا خذه، هل يجوز أخذ مال وتشغيله ليدر علي ربحا وإذا احتاجه أعطيه إياه بدون أن أخبره؟ طب افترضنا المال ده شغلته فضاع ذلك المال، أكلته الضباع، لا دعك من أكلته الضباع، يعني تسرب في رمال الواقع المرير. كثير من التجار سقطوا لأنهم دوروا أموالهم في الواقع، فكان الواقع كالرمال المتحركة، عندما سقطوا في هذا الواقع بتجارتهم ضاعت التجارة وضاعت أموال الناس، ماذا تصنع آنذاك؟ لو أخبرته بأنك تريد تشغيل هذا المال واستأذنته وقلت له لو كانت هناك أرباح تقاسمناها واستفدنا منها سويا لكان ذلك أولى، والله تعالى أعلى وأعلم.